أنياسي يا ربان يجيني من ده. اليوم جيت لكم فيديو جديد، والفيديو راح يكون عن موضوع مهم، بما اني انا في ثالث ثانوي يعني لازم اروح جامعة، والجامعة لازم في امتحانات خاصة لها. طبعا هذه الامتحانات تقريبا مشابه مثل امتحانات القبول في الجامعة، راح اتكلم شوية عنها وعن تفاصيلها وايش اخذنا اليوم، انه بكرة الامتحانات فادعوا لي انه انجح فيها او لا، ما ادري. المهم انه راح احكي لكم عن تفاصيلها اكثر واكثر، فلو لساتكم مو مشتركين في القناه يا ريت تشتركوا الان، يا ريت تفعلوا زر الجرس عشان انا راح انزل اكثر واكثر ويوصلكم الاشعارات. وكمان شيء ثاني، يا ريت تروح تتابعوني على الانستغرام، انه ما بقى شيء لو نوصل 15000، المفروض انه نوصل اكثر من كذا بما انه جيشي في اليوتيوب اكثر من 100000. وكمان لا تنسوا تشتركوا في قناة أختي نارين، لأنها تنزل قصص ومواضيع مرة مهمة تعجبكم مرة وراح تحبوها أكثر وأكثر، وراح أحط لكم الرابط في صندوق الوصف. شيء ثاني إنكم تروحوا تتابعوا على قناة العائلة، بحط لكم الرابط في صندوق الوصف، ويلا خلوكم معنا. بما إنه أنا في ثالث ثانوي يعني امتحانات النهائية آخر سنة، يعني هذه الامتحانات ناخذها كزيادة درجات، هي عاملة مثل الامتحانات الوزارية اللي تكون في بعض الدول العربية، وكمان عاملة مثل امتحانات قبول الجامعة. طبعا اذا درجاتك يعني ما تناسب لدخول الجامعة اللي تبغيها، يعني كل جامعة لها درجات خاصة، يعني هذه الجامعة مشهورة وكذا وانت حابة تدخليها، لازم هم يشوفوا اذا درجاتك مناسبة او اذا كفاءتك مناسبة، او اذا البلبيو او المعلومات، البلبيو يعني المعلومات عنك او الشاقي سوقي التعريف عنك او الشغلات اللي تبغى تحققيها في حياتك ناسبتهم، ممكن يقبلوكي وممكن يعطولك هبكيوك، واذا ما ناسبتهم ما يقبلوكي، ممكن يعملوا لك يبي ويقولوا لك الدرجات هذه ما تناسبنا او الكلام حقتك ما لا امنه، لانه يجي ناس من كل المدارس الثانويه عشان يدخلوا هذه الجامعه، يكون اكثر من مدرسه يختار نفس تخصصك، فهم يختاروا المنطقه الاحسن او الشخص الاحسن اللي اكثر جداره وكفاءه، حتى لو انت مثلا قبلوكي كاول مرحله ان انت تعملي لهم مقالة كبيرة تتكلمي عن كل حاجة او عن كل يعني عن معلوماتك وليش حابة تختاري هذا المجال وليش كذا وليش زي كذا، فانت تكتبي لهم هذه المعلومات كلها وتروح ترسلي لهم. بعد ما ترسلي لهم يطلبوا منك انه تقابليهم، اللي هو اسمه الميان جوب. الميان جوب هذا عبارة عن انك تعرفي عن نفسك، يسألوك عن بعض الكلام اللي انت رسلتي لهم، ايش ليش انت كذا، ليش حابه تصيري كذا، ايش ليش اخترتي هذا المجال بالذات، ايش اللي تطمحي له في المستقبل. فلازم تكوني انت يعني تقدمي لهم بطريقه احسن وافضل وتكوني واثقه من نفسك، فاذا شافوا منك هذا الشيء ممكن يقبلوكي، واذا ما شافوا هذا الشيء ممكن يرفضوكي ويرسلوا لك رساله ويقولوا احنا خليناك بجماعه الرفض وخلاص. الجامعات كل جامعه تختلف عن بعضها، كل جامعات لها يعني ميزاتها، يعني هذا الجامعة ممكن شاطرة بالهندسة، هذه الجامعة شاطرة بالطب، هذه الجامعة شاطرة بزي كذا. من أصعب الجامعات هي جامعة سول، لأنها شاطرة بالطب وشاطرة بأغلبية المجالات، فما يدخلوا لها إلا الطلاب فعلا فعلا جديرين متفوقين فيها. وفي فئة ثانية اللي هي الجامعات ما تاخذ ميونجوب، يعني مش شرط انك تعملي ميونجوب بالبيو وهذاك الكلام، بس تعرفي على نفسك تعملي بالبيو وخلاص. الميونجوب غير البالبيو، البالبيو يعني معناته تذكري لهم مواضيع وخلاص وتكتبي لهم كلام وخلاص، ويقبلوكي ولا يرفضوكي، لهم الحقيقة انهم يقبلوكي ولا يرفضوكي. طبعا في دخول الجامعة، لما تدخل الجامعة لازم يكون في اساسيات، انك انت ما يكون عندك كثير غياب، ما يكون عندك مخالفات كثيرة، ما يكون عندك يعني انت لازم تكوني في السليم عشان يقدروا يقبلوكي، عشان يقول اوه هذه لو حتى ما عندك درجات ولا شيء يعني يشوفوا فيكي انك انت مواظبة، يعني تجي في الوقت المناسب، ما تتأخري، ما تغيبي، ما تعملي هذا الشيء، فممكن يقبلوكي في الجامعة. فانا كلمتكم شوية عن مواضيع الجامعة، قلت لكم الحين راح نمتحن امتحان السنن. طبعا لي الاختيار اني
أدخل هذا الامتحان أو لا. هذا الامتحان بس مجرد درجات، وهو عبارة عن المواد اللي درسناها كلها راح نعيدها بشكل امتحان. لو احنا عدينا واخذت درجات عالية في هذا الامتحان، ممكن الجامعة تقبلني، يعني هذه كمساعدة، يعني مساعدة في الدرجات، تدعمني لدخول اي جامعة احبها. يعني الدرجات حقت الثلاث سنوات من اول ثانوي لثالث ثانوي درجات في مكان، ودرجات هذه الامتحانات في مكان ثاني. فالحين انا راح اشرح لكم ايش الحاجات اللي يعطوني اياها عشان ممكن اروح او لا. طبعا لي الخيار، الامتحان بكرة، فلي الخيار انه انا امتحن، مش عارفة، انا لسات مو مقررة، ممكن اروح بسهولة. يعني طبعا دفعت كل شيء، كل صفي دفعوا وخلصنا وكل شيء، وجابوا لنا الاوراق وقالوا لنا لكم الخيار. الحين انا قاعدة اشوف هذا، هذه انا ما بذكر، هذه صورتي، وهنا ذكروا اسم المدرسة اللي راح امتحن فيها، وقالوا لي المواد اللي انا اخترتها. طبعا اخترت الانجليش والكوك او اللي هي اللغة العربية، هذه اجباري، اللغة الكورية قصدي هي اجباري، والسوهك هي الاجباري، هذول الثلاث المواد الاجبارية. فاخترت الهانجوكسا، واخترت الساهوي الكواهك، واخترت الكواهك اللي هي ايش اسمه، مش عارف، فيزياء، مو فيزياء، علم الارض، الجغرافيا، زي علم الجغرافيا والارض وزي كذا. واخترت سميوم كواهك اللي هو علوم، يعني مثلا الاحياء وزي كذا. واخترت اللغة، طبعا في لغات يعني لازم يكون في السنن، هذا برضو لو انت ما جالك درجات عالية في السوهاك والكوك او هذه المواد، ممكن تجي لك درجات عالية في اللغات. فانا اخترت لغتي المفضلة اللي هي عربية، يعني اخترت لغتي انه حسبت انه ممكن ما يقبلوني، بس قبلوني، واخترت انه انا امتحن اللغة العربية. طبعا بيكون مسهل بالنسبة لي، وهذا الخيار ممكن اروح او لا. كل مدرستي كل صفي يمكن يروحوا ويمكن لا، هذا الخيار لي، ما اعرف اذا اروح ولا لا، ويمكن بكرة اروح واصور لكم بعض الاشياء. واليوم بما انه قبل السنن، طبعا اكلنا اكلة حلوة في المدرسة، واعطونا هدايا بسيطة كتشجيع للامتحانات، وقولوا لنا فايتينج هالسويسرا. طبعا هذا هي شوكولاتة جابوها لكل الصف الثالث ثانوي كميزة، انه تشجيع لهم انهم يمتحنوا كويس. وهذه الشوكولاتة، وهذه الشوكولاتة هدية من بعض الاصحاب، وهذه انا اشتريتها صراحة، احب هذا الجلي، حامض اذا حدا ما، بس انه اشتريتها. وكمان هذه الحلاوة اشتريتها انا، اشترت لي الاستاذة صراحة، اشترت لي اياه وشجعتني فيها. وهذا الشيء جابوا لنا بعد الغداء، يعني في وقت الغداء كتشجيع، في عصير، وفي بسكويت، وفي حلاوة. المهم هذا هو كتشجيع لنا. هذا الجزء الايجابي يعني في كوريا، انه دائما يشجع الطلاب على الدراسة، ويقولوا لهم هل شيء لسه امتحاناتنا صعبة بس تقدروا تسووها. جابوا لنا هذه البطاقة، طبعا هذه كرحلة مجانية للثالث ثانوي، بس اي ثالث ثانوي كل ما يطلعوا يقدر ياخذوه. وهذه صوري حقة التخرج، ما اعرف انا احس نفسي شكلي قلته، اوريكم اياه. فتقولوا لي فترة الامتحانات يعني كيف تذاكروا الامتحانات؟ طبعا الترم الاول يكون امتحانات اساسية، امتحانات يعني في ثالث ثانوي امتحانات اساسية مر لازم تجي درجات عليها. بس الترم الثاني ما تاخذي ذيك الدرجات، الدرجات كلها تنجمع بهذه الامتحانات اللي اسمها السنن. السنن اللي هي امتحانات القبول، مش امتحانات شرط اساسي قبول، بس انها تدعمك في الجامعة اللي حابة تدخليها. واذا ما انقبلتي في اكثر من جامعة ممكن تقدمي عليها في نفس الوقت، وكل اذا ما قبلتي في هذه الجامعة ممكن تقبلك في هذه الجامعة، واذا ما قبلتي في هذه الجامعة تنقبلي في هذه الجامعة. طبعا تفسيري لاكثر من جامعة حابة تدخليها، او حاب يعني فيها نفس المجال اللي انت حابة توصلي لها، فهذا الشيء ممكن يساعدك. المهم انه حبيت اشرح لكم شوية عن تفاصيل دراستي، وان شاء الله بكرة راح نمتحن ولا لا. هذا لساته في موضوع، يعني لساته حساس بالنسبة لي، بما اني انا دخلت عربي ودخلت لغات، ممكن ادعم نفسي حتى بدرجات، يعني
حتى لو رسبت في هذا الامتحان ممكن السنة الثانية أنجح فيه، ممكن حتى أعيد السنة لو حابة، يعني ممكن أنجح ممكن أعيد السنة في ثالث ثانوي. حبيت بس أشارككم هذه المعلومات عن حياتي. وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله يكونوا استمتعتوا بالفيديو وحبيتوه. طبعا حبيت إني أشارككم بعض المعلومات عن حياتي أو عن تفاصيل الدراسة في كوريا، فإن شاء الله يكونوا استفدتوا منه. طبعا هذا الإزعاج أمي قاعدة تسوي خليط العجين، ما أدري إيش الخبز، ما أعرف إيش، سوري. المهم إنه لو لساتكم مو مشتركين في القناة ياريت تشتركوا، وإن شاء الله يكون عجبكم المعلومات. وقولوا لي ايش اكثر شيء حبيته في كوريا. انا صراحة بالنسبة لي حبيت الشوكولاتات، دي هي الوحدة صراحة. انا حبيت اني دخلت السنن، اصلا عامة كلنا كنا بناخذ، يعني كل ثالث ثانوي اخذوا، فلنا الخيار. اليوم لي الخيار اني احدد ادخل الامتحانات او لا، كوميندون. فاذا حبي يعني ياريت انكم تشاركوني في كومنتات وتقولوا لي ادخل او لا لا او لا لا او لا، وبشارككم في معلومات عنه واصور لكم فلوق عن الامتحانات. وياريت تتابعوني على اكثر واكثر وتشتركوا في القناة، وكمان ياريت تروحوا تتابعوني على الانستغرام. احبكم مرة، باي.